بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد النهاردة التدريب الختامي والدخول في معسكر مغلق لفريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة فاركو غدا في الدوري العام ومباريات الجولة 28 من عمر مباريات الدوري العام. مباريات مهمة جدا، وبالتأكيد لسه المنافسة مستمرة على لقب الدوري العام خلال الفترة القادمة، في ظل ان متبقي للنادي الأهلي حوالي 8 مباريات، وبالتالي عدد المباريات المتبقية بفارق النقاط مع الفريق المتصدر ما زال هناك فرصة. وبالتأكيد كلنا عارفين النادي الأهلي دايما بينافس حتى الثانية الأخيرة وحتى صافرة الحكم في الأسبوع 34 من الدوري العام، والتاريخ شاهد والناس كلها عارفة تاريخ النادي الأهلي مع البطولات المحلية أو حتى البطولات القارية في السنوات السابقة. حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا بخلاف الاستعداد لمباراة فاركو، وهنطمن على الفريق وقائمة الفريق النهاردة والدخول في معسكر مغلق. عندنا كمان تفاصيل مهمة جدا متعلقة بالمشاركات الإفريقية في الفترة اللي جاية، خاصة إن المشاركة الإفريقية الفترة الحالية فيها لغط كتير وفيها كلام كتير، وكمان النظام كله هيختلف خلال السنوات اللي جاية. كل ده تابعونا النهاردة في برنامج الترند، عندنا كل الجديد وكل الحصريات والأخبار مش هتسمعوها إلا من خلال شاشة قناة الأهلي. لكن بسرعة أبدأ حلقة اليوم بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف مقترحات حضراتكم لإصلاح منظومة التحكيم في الكرة المصرية، وهل الأفضل رئيس لجنة مصري أم أجنبي؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال واقتراحات حضراتكم من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من اقتراحات حضراتكم على وجهة النظر المتعلقة بإصلاح منظومة التحكيم، وهل الأفضل يكون كلاتنبرج لوحده ولا يكون معاه مساعد مصري أو يكون رئيس اللجنة مصري في الفترة اللي جاية. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لفاركو. وفي الترند المحلي، فيتوريا يكشف عن طموحاته مع الفراعنة. وفي الترند العالمي، أسطورة ليفربول صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية. استعراض مباريات اليوم النهاردة، في مباراة واحدة بس في الجولة 28 من الدوري العام، وهتكون الساعة 6:30 من مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر ملعب المقاولين العرب. المقاولين النهاردة هيستضيف فيوتشر، وبالتأكيد مباراة مهمة جدا، خاصة إن فيوتشر بيحاول يحافظ على مركزه في ترتيب الجدول في المركز الرابع خلال الفترة اللي جاية، وأيضا المقاولين بيسعى للهروب من صراع القاع في الدوري العام، لذلك المباراة هتكون قوية وصعبة جدا. في الختام قبل ما أطلع إلى فاصل ونستكمل بقى فقرات الترند النهارده، بالتاكيد ذكرى طيبه جدا وعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي اول ما تقول اسمه عندك سيره ذاتيه كبيره وعظيمه لمشوار شخص عظيم وقياده عظيمه لاكثر من 60 سنه داخل النادي الاهلي، كلاعب وكاداري وكمسؤول وكعضو مجلس اداره وكنائب رئيس للنادي ورئيس للنادي الاهلي. كل سنه يا كابتن حسن وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا وزير الدفاع. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. الفقره دي انتوا دايما متعودين معانا بتسمعوا فيها كل الجديد وكل الاخبار الحصريه والمعلومات المتعلقه سواء بالاهلي او حتى المشاركات الافريقيه خلال الفتره اللي جايه، لكن عايز ابدا كلامي بالحديث عن الاهلي خلال الفتره الحاليه. طبعا انا مش هقدر اضيف اي اضافه عن كل اللي اتقال خلال الايام القليله الماضيه من كل الزملاء في قناه الاهلي عن مباريات الفريق والفتره اللي جايه وايه المطلوب من اللاعبين والجهاز الفني في الفترة اللي جاية، لكن أنا كل اللي أقدر أقوله إن أهم حاجة الفريق يلعب بيها الفترة اللي جاية روح الفانيلا الحمراء، إنك تقاتل لغاية آخر ثانية، لغاية آخر صافرة لحكم في الأسبوع الأخير من الدوري العام. دايما متعودين من النادي الأهلي ومعروف دايما عن النادي الأهلي إنه بيتميز بروح الفانيلا، بيتميز بالروح دايما والجدية والعزيمة والإصرار، وإن محدش يرمي الفوطة إلا لما يكون الماتش خلص، وبالعكس الناس كلها بتشوف الأهلي في اللحظات الأخيرة بيقدر يعمل رومونتادا
وبيقدر يكسب بطولات مش مباريات فقط. لكن الجزئية التانية كمان، الفترة اللي احنا اللي فيها الحالية على مستوى النتائج على مستوى البطولات هي ليست الأسوأ. في فترات سابقة كانت في نتائج أسوأ من كده، وكان في مراحل مر بيها الأهلي كانت أصعب من كده بكتير على فكرة، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وسواء على المستويين في توقيت واحد. ومش هقول التواريخ أو مش هقول السنوات، الحمد لله يمكن هي سنوات قليلة مش سنوات كتيرة، إن الأهلي الحمد لله تاريخه كبير جدا مليء بالبطولات والانتصارات. لكن أنا عايز أفكر الناس برضو إن الفترة اللي بنمر بيها حاليا هي ليست الأصعب ولا الأسوأ، لأن في فترات كانت أصعب وأسوأ من كده. ولكن إيه اللي فرق زمان عن دلوقتي، أو إيه اللي خلى الأهلي دايما بيبقى مختلف تماما عن كل الأندية؟ إن لو الأهلي في توقيت ما أو في ظروف ما، ظروف معاكسة أو نتائج ليست كل بيتمناها أو بيترقبها في الفترة الأخيرة، محدش بيرمي الفوطة ومحدش بيهمد أو بيتكلم بشكل سلبي في كل شيء، لا. دايما جمهور النادي الأهلي هو السند والدعم لفريق النادي الأهلي. دايما جمهور النادي الأهلي بيضرب المثل إن الفريق لما بيتعرض لكبوات الجمهور بيبقى ليه الدور الأول والأساسي والرئيسي، إن الفريق اللي بيتعرض لكبوات ده يرجع بسرعة ويحقق انتصارات وبطولات. أنا بقول لكم في فترة من الفترات، حتى في بداية الألفية الجديدة من أول سنة 2000 لغاية 2022، على مدار 22 سنة، في فترة من 2000 ل 2004، وكانت في فترة من 2014 بعد الفوز بالكونفدرالية لغاية 2019-2020، وصلت يمكن مرة واحدة نهائي دوري أبطال 2017، لكن على مدار 4-5 سنين ما كنتش بتوصل للمباراة النهائية، وكانت في نتائج محلية ليست على المستوى. لكن في نفس الوقت كان أهم شيء بيميز منظومة الأهلي هو جمهور النادي الأهلي. فالحالة اللي أنا شايفها على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة، وبما ان احنا برنامج اسمه الترند فبالتاكيد مهتم جدا بكل البوستات او الترندات اللي بتنزل على السوشيال ميديا او حتى التغريدات اللي موجوده على تويتر، مطلوب جدا من الجمهور ان يكون السند والدعم ويبقى حائط صد لاي شخص ممكن بيتكلم معاك من اكاونت غير صحيح، او بيصدر لك تغريده غير سليمه، او بيكتب لك هاشتاج يعمل لك ازمه نفسيه قبل الازمه الفنيه. فمهم جدا جمهور النادي الأهلي اللي عودنا دايما ان في اللحظات اللي ممكن الفريق فيها ما بيحققش بطولات، الجمهور ده بيبقى هو اول داعم للفريق انه يرجع بسرعه لتحقيق البطولات. والجمهور ده هو اللي بيفرق عن جمهور اي فرقه تانية. يعني الناس بتقول لك مثلا ايه، كان الله في عمقه، ده في فرق ما بتحققش بطولات قاريه مثلا اخر 20-30 سنه، ومع ذلك جمهورها مستحمل. ليه؟ لان جمهور النادي الأهلي دعمه هنا وانت بتخسر بيبقى اهم جدا من دعمه وانت بتكسب، فبيرجعك بسرعة لمنصة التتويج من جديد، وبترجع من جديد للانتصارات والبطولات. فهي رسالتي عايز أوصلها للجمهور الفترة الحالية، دورك أهم دور في الفترة الحالية، الوعي بشكل كبير جدا للمساندة والدعم، والدور الكبير جدا في الفترة الجاية أنك تحضر كل مباريات الأهلي بكثافة عشان تشجع الفريق. ثم بعد ذلك الفريق بقى لما يحس أن الكل حواليه متكاتف وبيدعمه والروح المعنوية عالية، صدقوني والله اللعيبه من نفسها حتى لو في البعض مستواه قليل او البعض ممكن يكون متخاذل، الفتره الجايه لازم يثبت ان هو لازم يكون جدير بارتداء تيشرت الاهلي، وانه يكمل بنفس العزيمه اللي موجود فيها الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اتعودنا على كده والتاريخ قال كده، وسنين كتيره واجيال كتيره مرت على الاهلي، الجمهور بدعمه هو اللي قدر يفهمنا ويوصل لنا رساله ان الجيل ده هيكمل وينجح ويحقق بطولات، ولا الجيل ده محتاج تغيير معين عشان نرجع تاني لمسيرة الانتصارات. فدور الجمهور هنا مهم جدا، وانتوا اللي هتكونوا السند والدعم للأهلي الفترة الجاية، لأن التاريخ علمنا كده وقال لنا كده خلال السنوات الأخيرة. دي جزئية. الجزئية التانية وهو خبر متعلق بمشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية الفترة اللي جاية. والخبر ده بحس كده في فترة من الفترات ان البعض بيتناوله من اجل تصدير ضغط على النادي الاهلي. هو لا في ضغط ولا في تصدير ازمة اصلا للنادي الاهلي، لان ببساطة وببساطة شديدة جدا، مين صاحب القرار؟ مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي اللي بيدير اللعبة. مين اللي بيدير الدوري المصري؟ رابطة الاندية المحترفة. اذا القرار عند الرابطة، او التوصية بالمعنى القانوني، يعني التوصية عند الرابطة والقرار عند اتحاد الكوره. يوم ما الاتحاد الافريقي يتدخل
في الفترة اللي جاية، وده هتبقى سابقة ما حصلتش قبل كده وما حدش سمع عنها قبل كده. ولو حصل ده هيبقى فيها أسباب وهنعلنها مين اللي بيعمل الشغل ده ومين اللي بيسبب أزمات وبيصدر أزمات للكرة المصرية خلال الفترة اللي جاية. لكن بمعنى صحيح، لو في أزمة القرار هيكون عند اتحاد الكرة وهو اللي يدافع عن قراره، لأنه هو بعت أسماء الأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية وأكد عليها تاني امبارح، وأكد على المعايير اللي تم الاستقرار عليها وبعتها للكاف. وبالتالي المسؤول الأول والأخير عن الدفاع على قراره هو اتحاد الكورة. طيب اللوائح بتقول إيه؟ ما الأمور اللي زي دي أكيد يعني مليون في المية ما بتتحلش بعادات العرب، في لوائح وفي نظم وفي خطاب رسمي اتبعت يوم 19/6. النظام بالنسبة لمشاركة الأندية في الفترة اللي جاية بيجي الاتحاد الإفريقي يقول لك معيار المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، عندك ثلاث معايير وبيقولها للاتحاد الوطني أو الاتحاد المحلي. أول معيار، لو الدوري عندك لسه شغال ومخلص، لسه شغال ومخلص، ابعت لي المعايير اللي أنت استندت عليها عشان تبعت أسماء الأندية اللي هتشارك في البطولة الإفريقية اللي جاية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. فجي اتحاد الكرة قال لك أنا معياري إن الدور الأول هو الأكثر عدالة، وبالتالي الأهلي زمالك دوري أبطال، بيراميدز فيوتشر كأس الكونفدرالية. طب المعيار التاني اللي قايل عليه الكاف، لو المسابقة عندك ما اكتملتش أو اتلغت ابعت لي نفس الأندية اللي شاركت الموسم الماضي اللي هو كان الأهلي والزمالك دوري الأبطال وبيراميدز والمصري كأس الكونفدرالية. المعيار الثالث اللي قاله الكاف، الكاف له الحق الأول والأخير في اختيار معيار من الاثنين أو رفض معايير اتحاد الكرة. إذن اللائحة بتقول إن الكاف عنده الحق الأول والأخير في الموافقة على معايير اتحاد الكرة أو رفضها، لكن ما قالش إن الكاف يختار معيار حاجة تانية، أو ما اداش مطلق الحرية للكاف إن هو يختار يقول لك ابعت لي طب الأسماء اللي دلوقتي متصدرة الدوري، دي مش موجودة في اللوائح. يعني الناس بتقول لك إيه، أنا 31/7 أنا دلوقتي تاني الدوري، ده مش معيار يا فندم. ما أنت لو أنت مش مقتنع إن الدور الأول مش معيار، رغم إن هو اتحاد الكرة أقره معيار، 31/7 بقى بالورق وبالقانون واللائحة ده مش معيار. لأن 31/7 لما اتبعت في خطاب 19/6 اتقال لك إيه؟ ده ميعاد بترسل فيه أسماء الأندية، وده الديدلاين، آخر موعد لتسجيل أسماء الأندية على السيستم بتاع الكاف. يبقى بالتالي ما تجيش 31/7 تقول لي أنا التاني، ولا تجي لي يوم 15/8 قبل القرعة بتاعة الأدوار التمهيدية تقول لي أنا الأول. لا، في معيار خده اتحاد الكورة. لو الكاف رفضوا، إذا الكاف رفضوا من خلال مصادره والاتصالات بأعضاء في لجنة الأندية قالوا لي، يعني إذا الكاف رفضوا ده هتبقى سابقة تاريخية ما حصلتش قبل كده، حاجة من الاتنين، يا إما يقول لك ابعت لي الأسماء اللي شاركت الموسم الماضي وهي زي ما هي برضو أهلي وزمالك دوري أبطال وبالتالي بيراميدز مش هيشارك إلا في الكونفدرالية، يا إما وده يعني طرح مختلف شوية بس هنشوف الكاف هيرد يقول إيه. الفترة الجاية أكيد لازم يكون في رد من الكاف باعتماد ترشيحات اتحاد الكرة أو رفضها، وبين قوسين كده حط تحت رفضها مليون خط، لان هنا هيبقى فيه كلام كتير. طيب بالنسبه بقى للطرح اللي ممكن يطرح، يقول لك ايه، لما المسابقه تخلص، لما الدوري المصري يخلص يوم 30/8 ابعت لي الاسماء بالترتيب، لان انا لسه هلعب الدور التمهيدي في منتصف شهر 9 ودور ال 32 في منتصف شهر 10، بس القرعه لسه ما حدش عارف هتتعمل امتى. لو القرعه اتعملت بدري هل هينفع نستنى الدوري لما يخلص ولا لا؟ ده هنشوف الفتره الجايه. لكن الاهلي موقفه سليم وقانوني بنسبة مليون في المية، والجهة اللي منوط بيها الدفاع عن قرارها هو اتحاد الكرة المصري في المقام الأول. وإذا الكاف رفض معايير واختيارات اتحاد الكرة ما عندوش بدائل غير إن هو يختار نفس الأندية بتاعت الموسم الماضي، أو لو عايز يجامل يقول لك استنى لغاية نهاية الدوري، بس نهاية الدوري هل هتبقى القرعة قبلها ولا بعدها؟ ده اللي هتكشفه الأيام خلال الفترة اللي جاية. لكن عايز أطمن الجمهور، الأهلي موقفه سليم وقانوني بنسبة 100%، والكاف من مصلحته إن الأندية الشعبية والجماهيرية والأكثر بطولات تكون موجودة في دوري أبطال إفريقيا، وده يكون له علاقة بقى بدور السوبر والخريطة اللي هتتغير ابتداء من شهر 8/2023. لكن ده محتاج شرح تاني، عشان كده أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونطرح المفاجآت اللي موجودة في دور السوبر وكأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا في موسم 2023/2024.
ايديكي مش فاضيه. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب دور السوبر وكاس الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، الموضوع يختلف اختلاف كلي خلال الفتره اللي جايه. دور السوبر الافريقي هيكون بنظام التوزيع الجغرافي، عندنا ثلاث مناطق جغرافيه زون في القاره الافريقيه، منطقه شمال افريقيا اللي هو اتحاد شمال افريقيا وغرب ووسط افريقيا وجنوب قاره افريقيا، وبالتالي هتكون ثلاث مجموعات، كل مجموعه 8 انديه. الحد الاقصى لكل نادي هيشارك في المجموعه ما يزيدش عن 3 انديه، يعني ممكن يشارك بنادي او 2 او 3. الحد الادنى لعدد الدول في كل مجموعه لا يقل عن 4 دول، يعني عندنا مثال منطقه شمال افريقيا فيها مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب مثلا، ادي 5 دول. الحد الادنى لازم يكون فيه 4 دول، 5 دول ماشي، في 6 دول ماشي، لكن الحد الادنى ما يقلش عن 4 دول. بالاضافه لده لما تيجي تحط اسماء الانديه في كل مجموعه هنا بترجع لتصنيف هذه الانديه او هؤلاء الانديه خلال اخر 5 سنوات. يعني مثلا حاليا المتصدر التصنيف العربي في التصفيات او في المسابقات الافريقيه الاهلي، يليه الوداد، ثم الترجي، الرجاء المغربي، بعد كده هنلاقي مثلا الزمالك، ثم بعد كده نهضه بركان او نهضه بركان قبل الزمالك، وبعد كده النجم الساحلي، دول اعلى 7. وبالتالي انت كده بنسبه 100% طبقا للتصنيف الحالي انت ضامن ان في 3 انديه مغربيه موجودين في دور السوبر الافريقي في منطقه شمال افريقيا، بعد كده تكمل بالاهلي والزمالك من مصر، بعد كده تكمل بالترجي التونسي، كده 6 انديه، ولكن دول 3 دول، مصر، المغرب، تونس. طيب 6 انديه بثلاث دول، لازم تكمل بدوله رابعه. الدوله الرابعه هنا هل في التصنيف ممكن تبقى فريق من الجزائر، شباب بلوزداد، وفاقس طيف، المولوديه، حسب التصنيف. طب ناقص فريق تامن، هل يبقى ممكن فريق من ليبيا ولا الاتحاد الافريقي هيعمل ايه؟ الاتحاد الافريقي في اللوائح ادى لنفسه الحق انه يضيف فريق تامن في كل مجموعه من المجموعات الثلاثه، ده طبقا مثلا يعني ممكن يكون في اسم كبير وفريق كبير لكن في التصنيف متراجع وبالتالي مش هيبقى موجود، فهنا الكاف ادى لنفسه الحق ان يحط فريق تامن في كل مجموعه. يمكن ده هيحصل مع منطقه جنوب القاره وغرب ووسط القاره، لكن في الشمال كل الانديه الكبيره موجوده ومصنفه، فبالتالي الاتحاد الافريقي مش هيحتاج يضيف الا مثلا لو حب يضيف الهلال السوداني او المريخ السوداني. وبالتالي خلاص اكتمل عقد شكل الثلاث مجموعات، وبالتالي كل مجموعه 8 انديه، يصعد اول 5، يبقى عندنا 15 فريق. افضل نتيجه في المركز السادس في الثلاث مجموعات هو اللي يصعد ويكمل شكل الانديه ويبقى 16 فريق. ابتداء بقى من دور ال 16 نظام النوك اوت، خروج المغلوب، يلعبوا ذهاب وعوده. لكن في دور المجموعات كل فريق هيلعب كام مباراه؟ هل هيلعب مباراه واحده مع الفريق المنافس ولا مباراتين؟ لا، هتتلعب مباراتين ذهاب وعوده، يعني كل فريق هيلعب ما يقرب من حوالي 14 مباراه. الاعلى نقاط في ال 14 مباراه، اول 5 انديه اعلى نقاط في ال 14 مباراه هو اللي هيصعد لدور ال 16، ومن دور ال 16 ذهاب وعوده، دور الثمانيه ذهاب وعوده، نصف النهائي نفس الكلام ذهاب وعوده. المباراه النهائيه نهائي دور السوبر الافريقي هتكون مباراه واحده بيحددها الاتحاد الافريقي عبر اللجنه التنفيذيه في موعد لاحق قبل يعني الوصول للمراحل النهائيه في الفتره اللي جايه. طب دور السوبر الافريقي هينطلق امتى؟ هينطلق في الفتره من اغسطس 2023 حتى شهر مايو 2024، يعني البطوله بتتلعب على مدار 10 شهور او 9 شهور من السنه، البدايه في شهر 8 والختام والنهائي في شهر 5. ده دور السوبر بالنظام بتاعه بكل النتائج. هل دور مغلق مفيش غير الانديه دي بس اللي هتشارك؟ لا، الانديه اللي هتشارك هنا معرضه للصعود والهبوط. الفرق الثمانيه اللي في دور المجموعات لو نتائجها ليست جيدة وأصبحت في المركز الأخير في كل مجموعة هتهبط وتصعد مكانها فرق جاية من كأس الكونفدرالية، وبالتالي دور السوبر الإفريقي هيشارك فيه 24 فريق، كل مجموعة فيها 8 فرق، في نظام صعود وهبوط بالنسبة لآخر ترتيب في المجموعات، وشرحت لحضراتكم نظام التأهل ونظام المشاركة هيكون الأحقية لمين. من مصر طبقا للتصنيف واللوائح دي مش هيشارك إلا الأهلي والزمالك فقط، مفيش أي نادي تاني قريب من التصنيف من الأندية المغربية، الوداد والرجاء ونهضة بركان هما الأعلى تصنيفا ما بين الأندية العربية في المسابقات الإفريقية. الكونفدرالية هتكون شبيهة لده بس مع شرح تاني خلال الفترة الجاية، لأن لسه في تفاصيل كتيرة بالنسبة لكأس الكونفدرالية، وكمان دوري أبطال إفريقيا هيرجع من تاني لنظام التسعينات، لا في دوري مجموعات ولا في فرق كبيرة،
يبدأ من دور ال 64 حتى المباراة النهائية بنظام النوك أوت، وهتبقى بطولة ضعيفة جدا مش هيشارك فيها إلا ثالث أو رابع الدوري. طب بطل دوري السوبر ياخد كام؟ بالمباريات دي كلها أنت بتتكلم مثلا الفريق اللي هيوصل نهائي يلعب 21 مباراة في السنة، 21 مباراة عدد كبير جدا بعد ما كان بيلعب 13 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. الفائز بدوري السوبر هياخد 11 مليون و 600 ألف دولار. ده رقم رسمي طبقا للكتيب الخاص بالمسابقة وطبقا للوائح اللي وصلتني من بعض المصادر في الكاف. بطل دوري السوبر هيحصل على 11 مليون و 600 ألف دولار، رقم كبير جدا وفارق شاسع عن القيمة الحالية. القيمة الحالية لدوري الأبطال 2 مليون و 500 ألف. احنا بنتكلم في 9 مليون دولار زيادة و 100 ألف، رقم كبير جدا. وطبعا النادي الأهلي رقم واحد بيشارك في دوري السوبر، عشان كده شايفين، وقبل ما اطلع فاصل حته كده مهمه جدا، شايفين في خناقه السنه دي على المشاركه في دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان في البعض تصنيفه قليل فعايز يحسن التصنيف على امل انه يكون من اعلى 6 انديه عربيه فيلعب في دوري السوبر. هو ده اللغز اللي الناس عايزه تفهمه، هو ليه البعض عايز يلعب في دوري ابطال افريقيا وما حصلتش قبل كده. اطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على أخبار الأهلي واستعدادات الأهلي لمباراة فاركو بكرة إن شاء الله في الدوري العام. أهلا بحضراتكم من جديد، ومحتاجين بالتأكيد نطمن على أخبار الفريق والاستعداد لمباراة فاركو النهاردة، التدريب الختامي والدخول في معسكر مغلق. لذلك أذهب مباشرة وعلى الهواء مباشرة مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان نتعرف منه على أخبار الفريق والاستعداد لمباراة فاركو. توفيق مساء الخير عليك وبرحب بيك على شاشة قناة الأهلي، وقول لنا إيه الجديد عندك. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني زي ما انت قلت في البدايه، النهارده المران الختامي للنادي الاهلي استعدادا ان شاء الله لملاقات فاركو غدا ان شاء الله في 9 مساء على استاد الاهلي والسلام في اطار مباراه الاسبوع 28. يمكن يعني الفريق بعد مباراه المقاولين خد راحه لمده يوم واحد، وصل تمريناته بالامس والنهارده هو التمرين الثاني. يمكن امبارح التمرين شمل على بعض التدريبات البدنيه الخفيفه ومن بعدها تدريبات الكره، وان شاء الله النهارده يعني حالا في اللحظات اللي بكلم فيها معاك دلوقتي محمد في محاضره داخل غرف الملابس مع الجهاز الفني مستر ريكاردو سواريش بيشرح اللاعبين طريقه اللعب اللي هيواجه بها فاركو واهم مفاتيح اللعب عندهم. ده بيتم من خلال محاضره فيديو ولحظات، وهيكون الفريق في الملعب بتاديه ميرانو الختامي زي ما قلنا. كان في بعض الاخبار المفرحه بقى محمد يعني فيما يخص الاصابات، يمكن اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبده رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، اكد لي ان احمد عبد القادر بيعاني من شده في العضله الخلفيه وان شاء الله خلال 10 ايام هيكون موجود في التدريبات الجماعيه للفريق. كمان صلاح محسن بيعاني من اجهاد بسيط في العضله الخلفيه ايضا وبيؤدي بعض التدريبات الاستشفائيه وفور الانتهاء منها هيكون برده ان شاء الله متواجد مع الفريق. كمان عايز اطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي على حسين الشحات اللي اجرى يعني جراحه في الركبه ناجحه الحمد لله، هو خلال ايام هيكون رجع من قطر باذن الله، وهو دلوقتي حاليا في قطر بيؤدي بعض يعني التدريبات وبعض من الفقرات البسيطه من برنامجه الاستشفائي والعلاجي، وان شاء الله فور عودته للقاهره هيكمل بقيه البرنامج، وخلال 3 أسابيع هيكون باذن الله زي ما بنقول بنطمن كل جماهير النادي الاهلي هيكون بيجري حوالين الملعب باذن الله، ومع استمرار برنامجه العلاجي ان شاء الله هيبقى الدفع بيه تدريجيا في تدريبات الفريق. يمكن هنا يمكن درجه الحراره عاليه شويه، لكن طبعا تعليمات مستر ريكاردو سواريش على طول برش الملعب قبل بدايه التمرينات. لحظات يا محمد هيكون مران الفريق باذن الله معانا، مع كل دعواتنا ان شاء الله بالتوفيق في مباراه الغد باذن الله مباراه الاهلي وفاركو. محمد هل في محاضره تمت قبل التدريب يا توفيق؟ المحاضره بدات امتى؟ وهل سواريش بيحب يقعد فتره في المحاضره ولا دايما بيبقى الشغل العملي اكتر في الملعب؟ يمكن محمد هو المدير الفني ريكاردو سواريش بيشتغل دايما على الاتجاهين. يمكن امبارح بالامس في تمرين الامس كان طبعا موجود بنفسه في الملعب بيعمل بعض الخطوط الاضافيه اضافه لخطوط الملعب لتنفيذ بعض التدريبات الفنيه والتكتيكيه في الملعب، وكمان كان في قبل التدريب محاضره نظريه في الملعب. النهارده بتبقى دايما قبل المباراه بيوم بيبقى محاضره الفيديو في غرفه المحاضرات بيتكلم فيها طبعا عن الفريق المنافس لفريق النادي الاهلي من خلال جهازه المعاون اللي بيحلل
كل الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي، وكمان بيحلل اداء فريق النادي الاهلي، وبيتم بعد كده نقل التدريبات زي ما بنقول، يعني ده بيبقى الجزء النظري في غرفه المحاضرات، بيتم نقل بعد كده في الملعب، بيبقى في تدريبات معينه، في لعيبه بيتم تكليفها في بجمل معينه. لكن زي ما انت شايف محمد، يمكن الراجل برده مش قادر يقوم بشغله على اكمل وجه، نظرا طبعا لحاله الاجهاد وتلاحم المباريات، وكمان طبعا يعني الاصابات اللي بندعو ربنا ان شاء الله انه يعني يجنب كل لاعبي النادي الاهلي الاصابات في هذه الفتره الحرجه، وان شاء الله اللعيبه المصابه كمان تكون في اقرب فرصه مع الفريق باذن الله. محمد باذن الله. زميلنا محمد توفيق وفد قناه الاهلي من ملعب التتش بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات بخصوص الدخول في معسكر غدا استعدادا لمباراه فرق او معسكر اليوم بعد مران النهارده. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقره ترند الاهلي والجديد واخبار الاهلي اللي موجوده من خلال السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي. بالتاكيد في كلام كتير جدا مهم في الفتره الحاليه بخصوص صفحات السوشيال ميديا، لكن بسرعه نروح لترند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا كتبت ايه عن الاهلي خلال الساعات الاخيره. اول حاجه معايا حساب في الجول بيتكلم على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم تعافى من الاصابه وجاهز للمشاركه ضد فاركو وفقا لرؤيه المدرب الفنيه. محمد عبد المنعم الفتره الاخيره يمكن تعرض لاصابه وخد فتره تاهيل ورجع تاني، وبعد فترة التأهيل وشارك يمكن شعر بألام في العضلة الخلفية وغاب أيضا آخر مبارتين. الحمد لله يمكن عبد المنعم تعافى من الإصابة وجاهز للمشاركة، لكن في النهاية هنشوف رؤية ريكاردو سواريش، هل الفترة الحالية تسمح بمشاركة عبد المنعم في ظل الإصابات العضلية مع ضغط المباريات الفترة الجاية، ولا هيكمل بنفس اللعيبة اللي موجودة تحديدا في خط الدفاع، محمود متولي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أو ممكن مشاركة أيمن أشرف، ده هنتعرف عليه الفترة الجاية. لكن الأهم إن اللاعب بقى سليم والحمد لله تعافى من أي إصابة في الفترة الحالية. طيب بروح أيضا لحساب في الجول، وفي الجول بيتكلم عن اجتماع على حسب المصادر اللي قالت لموقع في الجول. في الجول يكشف ما جاء في اجتماع الخطيب وسواريش، حديث عن الصفقات وموقف المعارين. جلسة سواريش مع الخطيب كان محور النقاش الأساسي فيها هو شكل قائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل. طلب سواريش بالتعاقد مع عدة صفقات لدعم صفوف الفريق بقوة في الموسم المقبل، مع تحديد المراكز التي تحتاج للدعم وعدد الصفقات المطلوبة. طلب سواريش مهلة لمدة أسبوع لحسم رأيه النهائي في اللاعبين المعارين من الأهلي لبعض أندية الدوري. وأنا بختم الحديث في هذا الخبر، وموقع في الجول نشره على حسابه، مهم جدا الناس تبقى عارفة أن القائمة الإفريقية اللي هتشارك في السيزون الجاي أو البطولة الإفريقية اللي جاية آخر ميعاد لتسجيل اللاعبين يوم 15/8، فلو سواريش طلب اسبوع مهله اعتقد مثلا بحد اقصى يوم 7 او 8/8، لكن اخر موعد لارسال الاسماء يوم 15/8، وساعتها هنتعرف على القائمه الافريقيه واللعيبه اللي هتلعب مع الاهلي البطوله الافريقيه. القائمه الافريقيه 40 لاعب، ولكن مسموح ليك انك تايد حد اقصى 33، عايز تايد 30، عايز تايد 25، مفيش مشكله، لكن الحد الاقصى 33، لان القيد الثاني في يناير لن يزيد عن 7 لاعبين. الأهلي في الفترة الأخيرة معودنا بأيد 33 عدد من اللاعبين الشباب وعدد من اللاعبة اللي ممكن ترحل عن الأهلي الفترة الجاية، لأنه في يناير بيديد صفقات جديدة أو عدد لعيبة ممكن تكون راجعة من الإعارة، فبيبقى عنده 40 لاعب. لكن لما بنخش على دور المجموعات ال 40 بيوصلوا ل 30 أو 29 وبيكمل بيهم لغاية نهاية المسابقة الإفريقية، فما فيش مشكلة في القيد الإفريقي. لكن الاستعداد لقائمة الموسم القادم المحلية هتبقى مهمة جدا، لأن هيكون القيد فيها بدأ من أول 9 بعد نهاية الدور الحالي يوم 30/8. طيب حساب بطولات بيتكلموا على الموقف في الفترة اللي جاية بالنسبة لفريق الكورة، إيه اللي هيحصل أو شركة الكورة، اتجاه في شركة الكورة بالأهلي لرحيل ريكاردو سواريش. أنا بتوقع وأنا بفتح الخبر وأشوف صفحة بطولات هتتكلم عن اجتماعات بتتم، اجتماع لشركة الكورة مع مجلس الإدارة، طرح استراتيجية الفترة اللي جاية، الهيكل التنظيمي لشركة الكورة مع اللجنة الفنية اللي هتتعامل معاها الفترة اللي جاية. لكن آخر خبر ممكن نسمعه في اللحظات دي وفي الأيام دي رحيل سواريش، يعني ده خبر جديد. الراجل لسه يعني بالظبط بقاله شهر ويوم، بقاله 30 يوم رحيل سواريش، يعني مش ما أعتقدش إن الخبر ده فيه أي شيء من الصحة. والأهلي أساسا لا يتعامل مع أي مدرب بالشكل ده، استحالة الأهلي على مدار تاريخه تعامل مع مدرب لمجرد إن هو جابه قعد معاه شهر ومشي، ما حصلتش قبل كده، واعتقد كلام عاري تماما من الصحه. حساب في الجول بيتكلموا على
مصدر باتحاد الكوره يوضح لي في الجول مستجدات اختيار الانديه للمشاركه في البطولات الافريقيه. ده الجزء او دي الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها في فقره ترند الترند، ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في المشاركات الافريقيه؟ طيب نشوف حساب في الجول قايل ايه. مصدر باتحاد الكوره يوضح لي في الجول مستجدات اختيار الانديه. كاف ارسل لنا خطابا رسميا الاسبوع الماضي يستفسر خلاله عن معايير اختيار الانديه المصريه المشاركه في بطولات افريقيا في الموسم المقبل. اتحاد الكوره رد وبلغ الكاف بان اختياراته نهائيه ومتمثله في الزمالك والاهلي لدوري الابطال، بيراميدز وفيتشر للكونفدراليه، وانه لا يوجد اعتبارات اخرى يمكنها تحديد الاختيارات سوى ترتيب الدوري عند نهايه الدور الاول. زي ما قلت لحضراتكم ده قرار اتحاد الكوره، واتحاد الكوره لابد ان يدافع عن قراره امام الاتحاد الافريقي خلال الفتره الحاليه. كل ما تبعت خطاب ويترد عليك برد او استفسار من الكاف على المسؤولين في اتحاد الكره ان هم يدافعوا عن قرارهم بشكل كبير، لان هو الامر متعلق انه شان داخلي. اللائحه بتسمح للكاف ان هي تقبل او ترفض، لكن بنفس الوقت او في نفس الوقت ده شان داخلي للاتحادات المحليه. ما حصلتش قبل كده ان الكاف رفض اختيار مشاركه نادي الا في حاله واحده، لو في مشكله في ملف التراخيص، يعني رخصه الانديه المحترفه غير مطابقه للمعايير فيستبعده. اوكي ده امر قانوني محدش يقدر يعترض عليه، لكن معيار اتحاد الكره قالوا الكاف يعدله، دي هتبقى سابقه تاريخيه وتدخل بشكل صعب جدا في الكره المصريه. هل في حد هيسمح ان الكره المصريه توصل لمرحله ان الكاف يعدل علينا في المعايير؟ ده هنشوف الفتره اللي جايه. والنقطه الثانيه، اتحاد الكره قال ان المعيار الاساسي والمعيار العادل هو نهايه الدور الاول، وبالتالي ما يطلعليش حد يقول لي انا في 31/7 انا الثاني. لا يا فندم، انت الثاني في الترتيب، لكن بيني وبينك مباراتين، انا لو كسبتهم هعديك بنقطه، فهل ده معيار؟ ده مش معيار. يا اما نهايه الدوري كله يا اما نهايه الدور الاول، لكن تيجي تقول لي النهارده انا ثاني، فريق كان خامس بقى رابع، فريق رابع بقى ثالث او ثاني، فريق ثاني بقى اول، حاجه من الاثنين، يا الدور الاول يا اما نهايه المسابقه. هل الكاف ممكن يقول لك استنى لنهايه المسابقه؟ ده هنشوفه خلال الساعات الجايه، لان اعتقد الكاف لازم يرد على معايير اتحاد الكوره ويعتمد الاسماء في السيستم اللي تم عليه تسجيل اسماء الانديه، وده هنعرفه بالمناسبه خلال الساعات القليله القادمه. الامر كله يعني خلال ايام، بنتكلم اسبوع بحد اقصى نعرف الاجابه النهائيه في هذا الملف. طيب كوره بلس بيتكلم على ملف المعارين، يعني احنا لسه بنلعب الموسم الحالي، لكن بيتكلموا ان البنك الاهلي مهتم بالتعاقد مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يظهر على رادار البنك الاهلي، مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى الاهلي خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. هنشوف الفتره الجايه ايه هيحصل في الفتره اللي جايه، هل الاهلي ممكن يجيب حارس مرمى؟ لو جاب حارس مرمى هل هيطلع حراس اعاره؟ ده هيبان الفتره الجايه، لكن لو مفيش ضم اي حارس مرمى، الثلاثه اللي موجودين الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير مكملين بالاضافه الى حمزه علاء، فالامر مرتبط الاهلي عايز ايه خلال الفتره اللي جايه. رياضة بوابة الأهرام بتتكلم عن أن الأهلي يستقر على إعارة كهربا في الموسم القادم. ده خبر على عهدة بوابة الأهرام، يستقر على إعارة كهربا في الموسم القادم، لكن القرار المتعلق بإعارة كهربا ده هنعرفه الفترة اللي جاية بناء على الموقف القانوني لدفع المستحقات اللي عليه، لأنه لو دفع هيشارك فممكن تعيره ويلعب مع نادي تاني. طيب في هذه اللحظات واحنا معاكم على الهواء مباشره، زي ما شفتوا معانا على شاشه الترند وعلى شاشه قناه الاهلي، اللقطات الحصريه لبدايه مران الاهلي الان على الهواء مباشره من ملعب مختار التتش بالجزيره، والاستعداد لمباراه فاركو غدا. قدامنا ريكاردو سواريش مع الجهاز المعاون، طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كمان موجود. الكابتن سيد بيبقى ليه كلمه مهمه جدا مع اللعيبه اول ما بتنزل، خاصه بعد نهايه المحاضره داخل قاعة المحاضرات في غرفة خلع الملابس. كمان شايفين الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، رايحين ونطمن على اللعيبة اللي هتنزل أكيد تباعا في ميعاد قدامنا لنزول اللعيبة. قدامنا هو بيرسي تاو، قدامنا كمان رامي ربيعة، الحاوي وليد سليمان، محمد محمود، محمد هاني، أحمد ياسر ريان، محمود متولي، ولويس ميكيسوني، وعدد من اللعيبه خلاص بتستعد للنزول للمران. قلت لكم يعني 6 الا ربع اللعيبه تنزل في جلسه كده 5 دقائق 10 دقائق مع الجهاز في الملعب، اللعيبه بتسلم على الجهاز قدامك اهي،
واكيد هيبقى في كلمه من الكابتن سيد، وبعدها مباشره يبدا المران الساعه 6. محمد الشناوي، علي معلول، اليو ديانج، بيرسيتاو، لويس ميكيسوني. النهارده كان في كلام كتير قوي من صحف جنوب افريقيا بخصوص بيرسيتاو، لكن لسه باقي في عقد بيرسيتاو سنتين ونص يعني، فلسه مكمل مع الاهلي الفتره اللي جايه حتى هذه اللحظه. اكرم توفيق اهو كمان موجود في المران الجماعي، افشه واحمد رمضان، بيكهام، ايمن اشرف، واللعيبه ان شاء الله بتستعد، وزي ما قلت لكم خلاص هيبقى في جلسه دلوقتي وكل بيستعد. طيب في لقطه مهمه جدا كمان زي ما انتم شايفين، يمكن بيرسيتاو واكرم توفيق، اكرم توفيق بيستقبل بيرسيتاو بالاحضان، الروح عاليه داخل الفريق، وان شاء الله ده ينعكس ايجابا على الفريق خلال الفتره اللي جايه. طيب ده كان كلام مهم جدا بخصوص الاستعداد لمباراه فاركو، وزي ما احنا شايفين استعدادات الفريق بالنسبه لمباراه الغد ان شاء الله في الدوري العام. لسه عندنا وقت ناخد مشاركات ولا كده وقتنا خلص؟ طيب اخد كده كم راي بخصوص اصلاح منظومه التحكيم وراي الناس في السؤال اللي طرحناه. استاذ هلال بيقول لابد من تكوين لجنه تحت اشراف خبير اجنبي له كل الصلاحيات مع وجود خبير لتقنيه الفار، اهم القرارات استبعاد اي حكم تثار حوله شكوك او شبهات تماما، وتعيين حكام جدد بشروط جديده تعيد للحكام احترامهم وهيبتهم. كلام محترم جدا. استاذ خميس، رئيس لجنه تحكيم اجنبي له كامل الصلاحيات ومساعدين وبدون انتماءات، وربنا ينتقم ممن اضاع على الاهلي نقاط عديده عمدا. اخر راي استاذ عبد الحميد مصطفى بيقول الافضل يكون اجنبي، ولابد حسن الاختيار، لابد من استبعاد عصام عبد الفتاح لانه ليس ميراث ان يبقى الى الابد رئيس لجنه الحكام. التغيير مهم حتى يكون في عدم، وكذلك تدريب صحيح الى حكام الفار، كفايه ظلم للاهلي والاهلاويه وشكرا. بصراحه انطباعات رائعه واقتراحات مميزه بالنسبه لاصلاح منظومه التحكيم. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا ان شاء الله نلتقي وحلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.